إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر بالله ورسوله فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا يفتدي به نفسه من عذاب الله ولو افتدى به نفسه فعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. نعم، سألهم الله تعالى في حياتهم ما هو أيسر من ذلك، بأن يؤمنوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الكافرون المعاندون لهم عذاب أليم موجع، وما لهم من ناصر ولا شافع ولا مغيث ولا مجير يجيرهم من عذاب الله. نعوذ بالله منهم ومن حالهم، جزاكم الله خيرا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب